بهدف إيصال الكتاب إلى المناطق الريفية في حمص ولا سيما الواقعة على خطوط التماس مع داعش في الريف الشرقي، أقامت وزارة الإعلام معرض الكتاب المتنقل في ثانوية الشهيد بلال الزير بقرية المسعودية، والذي يضم أكثر من 1000 عنوان في مختلف المجالات. يقام المعرض برعاية وزارة الإعلام الشركة السورية لتوزيع المطبوعات. طبعا هو معرض جوال على كافة محافظات القطر. طبعا هلا نحن بحمص، حمص بلشنا فيها بقرية مرمريتا، القبو، المخرم، وطبعا وختامها مسك نحن الآن بقرية المسعودية اللي هي قرية إلى خصوصية. طبعا هي من القرى المواجهة مع الإرهاب، حيث موجود الجيش العربي السوري ستوجد الكلمة وسيوجد الكتاب. نحن جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري، سنحارب بالكلمة وبالقلم، سنحارب الإرهاب وسندحر الإرهاب. شكر كتير كبير لوزارة الإعلام للالتفاتة الحلوة جدا منا أنه تفتح هيك معرض بهيك منطقة. محاربة الفكر التكفيري المتطرف وتغذية العقل والروح بأفكار نيرة هي الهدف من إقامة هذا المعرض، فضلا عن توفيره للكتاب بأسعار رمزية ليكون في متناول أكبر شريحة ممكنة من أبناء الريف. وخطوة رائعة خصوصا بالظروف الأمنية اللي بتعيشها القرية، ومثل ما كنتم شايفين مع كل هذا في إقبال على الكتب وعلى القراءة وانتقاء بعض الكتب، شايف؟ فنحن كثير مرتاحين لهالخطوة هذه. شكرا لهالفعالية وإن شاء الله تنعاد كل سنة. حتى الآن كل أبنائنا رغم كل الأزمات مهتم بالقراءة ومهتم بالتلفزيون ومهتم بكل وسائل الإعلام حتى تطور الفكر. بتأكد هذه على صمود هالشعب اللي شايفينه قدامكم وكله جاي رغم كل ما تمر به الوطن، كل ما يمر به الوطن، شايفين الإقبال من قبل الطلاب، من قبل الفعاليات الشعبية بالمنطقة هون لحضور هذا المعرض. كتب قيمة بأسعار مخفضة شملت مواضيع السياسة والثقافة والدراسات الفلسفية والروايات العالمية والعربية والتي تعكس التنوع الثقافي والعلمي، شهدت إقبالا حاشدا من قبل أهالي المسعودية بمختلف فئاتهم العمرية. من معرض الكتاب المتنقل في قرية المسعودية بريف حمص الشرقي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.